الانتخابات الإقليم دعا المفوضية للإشراف على انتخابات برلمان الإقليم، سواء كان في موعدها المقرر في تشرين الثاني أو مع انتخابات مجالس المحافظات العراقية. هل ممكن أن تتأثر انتخابات مجالس المحافظات في حال دمجها مع انتخابات الإقليم من حيث الموعد؟ أسأل أيضا عن احتمال تأجيل هذه الانتخابات التي أجلت لقرابة العقد من الزمن. كل شيء في العراق جائز، ممكن تؤجل انتخابات بغداد وممكن تؤجل انتخابات كردستان أيضا، سواء البرلمانية منها أو انتخابات مجالس المحافظات، وهذا يعني يرتبط بالاتفاقات اللي تحدث بين اليكتي والبارتي، واعتقد هناك حراك قوي في هذا الشأن. واينما تكون مصلحه الحزبين الكرديين في كردستان ممكن ان يتجهوا اليه، ولكن نشعر نحن في بغداد هنا ان ثمه خلاف خلف الكواليس ويتعظم او يتجذر يوما بعد يوم بين البارتي واليكتي في شان ملفات كثيره سيلقي بظلاله على ملف الانتخابات، لا سيما ان هناك ازمه بتقديري في كردستان، يعني تحديدا في سليمانيه. لم تعد الأصوات اللي كان يحصل عليها اليكتي كما هي في السابق، فهناك انشطارات كثيرة، هناك الجيل الجديد، هناك الجبهة الإسلامية، ربما هناك كتل جديدة ناشئة ستكون، وحتى طبيعة الحقيقة الحتمية التاريخية ربما تنشأ أيضا كتل أخرى في أربيل ودهوك، وبالتالي بقاء هذه الأحزاب على رأس السلطة وبتأثير قوي ما أعتقد يستمر إلى أمد طويل، وهذا يعتمد على قدرتها. إلا أنه يبدو لي أن البارتي أكثر تنظيما وأكثر دقة من اليكتي، وبالتالي هو لم يسمح أو في انشطارات كثيرة في أربيل كما حدث في سليمانية، لذلك هذا المشهد معقد ويخضع لدعم بغداد هنا وهناك، لأن بغداد تعرف تدعم اليكتي أكثر من دعمها البارتي.